ده السوبر المصري وده ملخص ماتشات نص النهائي. حبيبي يا ياسين. حبيبي يا استاذ بكر. بدايه موسم جديد، كل سنه وانتم طيبين، وطبعا موسم جديد يعني سوبر مصري جديد. مال. وللعام الثاني على التوالي السوبر هيتلعب من اربع فرق ونص نهائي ونهائي، وكل عام وانتم بخير. السوبر المصري للانديه الابطال واللي هيتلعب في الامارات، والفرق كلها شده حيلها وعندهم الدوافع، وكلهم حرفيا بلا استثناء عينيهم على اللقب وعايزين يوصلوا للنهائي ويكسبوا. بصوا ما طولش عليكم يعني، عشان الصراحه ما فيش كلام كتير يتقال، احنا يلا بينا نخش على الماتشات. يلا يا ابني تاني. ونبدا بمباراه الزمالك وبيراميدز. بدايه المباراه ضغط من بيراميدز، واضح انه مش هيسكت غير لما يسجل. ناوي عليه انت وحماعي. وفعلا في الدقيقه 13 هجمه بتبدا من نص الملعب، بصمه رمضان صبحي وترقيصه من ابراهيم عادل ترجع الكره تاني لرمضان اللي بيلعب ثرو في الشفا لابراهيم عادل اللي بيشوط بشماله اقوى شوطه للكره في مصر وبيسجل الهدف الاول لبيراميدز. لا انت بتهزر. بعد الجول فضل بيراميدز ماسك الكره وعمال يهاجم لحد ما الزمالك قال له كفايه عليك لحد كده يا يا اخي يا بابا كخ. في الدقيقة 40 الكرة مع ناصر ماهر اللي بيكلفت محمد حمدي ويعدي من قدامه عادي جدا. حمدي هو عادي يعدي منك كده وتقف تتفرج عليه؟ ملحقتش بقى. الله. يلعب ناصر عرضية تروح لسيف الجزيري اللي بيسجل هدف التعادل للزمالك عادي جدا. معلش نصيب اخويا. بيراميدز قال لك وماله ولا يفرق معايا الكلام ده، وبدا يهاجم تاني ومصر انه يسجل. ما شاء الله ما شاء الله. في الدقيقه 48 باص من مايلي وعرضيه من ابراهيم عادل لصديق اجوله اللي بيكون معاه بنتايك اللي بيقع والكوره بتكمل، ولكن الفار بيستدعي الحكم عشان يراجع الكوره. بيروح الحكم ويراجع الكوره ويرجع يحسب ضربه جزاء لبيراميدز، وشكلها كده هتلعب مع بيراميدز وهيسجل. يا ابن المحظوظه يا فوزي ده زمان وهايص. بيدخل رمضان صبحي يشوط الكوره تخبط في العارضه وبعدين في عواد وبعدين تطلع بره خالص. عارف يا رب اللي بيحصل فيا ده ايه؟ حفظ سيء ولا ذنوب بكفرها؟ الفرقتين فضلوا يهاجموا ويعملوا فرص على اساس ان اي فرقه تخطف جون وتخلص. فضلنا كده لحد الدقيقه 98 بيجي فاول لبيراميدز يلعبه مصطفى فتحي توصل الكره لاوباما ورقصيه عاليه تدخل الكره جوه الجون ويخلص الماتش فعلا. انا كنت فاكر ان هي هتيجي على ايده واحد غريب، طلعت في الاخر هتيجي على ايد اخويا. ولكن الفار بيراجع الكوره ويحسب الكره تسلل ويلغي الهدف. متشكر يا مربوحه. العفو يا كبير. بعدها مدرب بيراميدز عيني مش عارف يعمل ايه، ولا يشتكي لمين، ولا يروح فين. يا رب ام فجأة كده رايح للجماهير ورافع ايده. يعني ايه مش فاهم. بيخلص الشوط التاني وبنروح لضربات الجزاء على طول. فضلنا ماشيين كرة هنا وكرة هنا وده يسجل وده يسجل لحد الشوط الخامسة لمصطفى فتحي اللي بيشوط وبيصدها عواد. فاخر كرة للزمالك بيدخل زيزو يشوط وبيسجلها وبيفوز الزمالك على بيراميدز وبيصعد لنهائي السوبر. باي باي يا كوتش. ونختم ملخص الاهلي وسيراميكا كليوباترا. وبسم الله الرحمن الرحيم، والهدف الاول للنادي الاهلي. لعيبه سيراميكا يا عيني ما لحقوش حتى يعرفوا الكره منفوخه كويس ولا لا. ايه ده هو ينفع؟ وبيسجل طاهر محمد طاهر الهدف الاول في اول 11 ثانيه بعد اربع لمسات بس. ده احنا لسه بنسمي، ده احنا حتى ما ابتديناش. بعدها الاهلي محلش وفضل ضاغط وشوطه قويه من امام عاشور رشقت في العرض وطلعت بره. المعلق عمر عبد الله ساب الشوطه خالص وركز في شعر امام عاشور. هو شعرك فين؟ انا مش عجباني دماغك دي، تفتح لك فين؟ بعدها ابتدى سيراميكا ينقش كده في الملعب ويهاجم ويلعب على ميه بيضه. اتفرج على الاسطوره يعمل ايه؟ وشوطه يمين وشوطه شمال، ولكن شوبير كان موجود وبيصد، ولكن سيراميكا برده ما بيسكتش. وفي الدقيقه 48 باص من زلاكا الفخري لقاي اللي بيحضر وبيشوط وبيسجل هدف التعادل. بعد الجون فضل سيراميكا مسيطر وهو اللي بيعمل هجمات خطيره، بس ما قدرش يكمل على كده وجه الاهلي خلص على كل حاجه. هات لي حقي بقى خميس، استحمل بقى. في الدقيقه 54 كورنر يلعبه يحيى عطيه الله وشوطه من طاهر محمد طاهر بعزم ما فيه بيسجل الهدف الثاني للاهلي. يا ابن الجنية. وتقريبا كده دفاع سيراميكا اتكسر وما استحملش. اسطوره سرني. الماتش فضل زي ما هو، ما حصلش فيه اي جديد بعد كده، وبتنتهي المباراه بفوز الاهلي على سيراميكا كليوباترا والتاهل للنهائي. وكده يبقى نهائي السوبر المصري هيكون بين العتاوله الاهلي والزمالك، وديربي جديد وقمه جديده. بس يا ترى النهايه هتكون عامله ازاي؟ مش انا قررت اغير النهايه،